موجات من التضخم تقابلها سلسلة من قرارات حكومية برفع أسعار الفائدة. منذ 20 عاما لم يجرؤ أحد على إيصال المعدل إلى 30%، كما فعل الفريق الاقتصادي الحالي الذي لم يكمل 4 أشهر منذ أداء القسم الوزاري. هي المرة الرابعة التي تهندس فيها لجنة السياسات النقدية معدلات الفائدة صعودا خلال 90 يوما. تقول الحكومة إن القرار جاء لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى قرابة 60% على أساس سنوي. قرار سليم سيكون له تأثير في خفض التضخم، ولكن ليس سريعا وفي وقت قصير، إنما سيأخذ وقت، والأسواق ستنتظر حتى ترتفع النسبة إلى الأعلى شيئا فشيئا. رغم أن السياسات السابقة بخفض الفائدة لم تفلح في معالجة الاختلال الاقتصادي، إذ هوت العملة إلى مستويات قياسية وانفجر التضخم بشكل استثنائي، فإن الإجراء الجديد الذي رحب به كثيرون وجد أيضا أصواتا تعبر عن الخشية من ركود يصيب قطاعات حيوية. لا يمكن القول إن ارتفاع سعر الفائدة سيؤثر إيجابا، سيكون ارتفاعها سببا في تقليل الإنتاج، وسيتجه الناس إلى الاستثمار بالودائع المالية بدل الاستثمار بالإنتاج، ويرتفع الاستيراد ويقل التصدير، وأنا بصفتي مواطنا تركيا لا أراه مناسبا، بل أريده أن ينخفض. بعد أقل من شهرين على إعلان الخطط الاقتصادية متوسطة المدى، يسعى المسؤولون الأتراك إلى إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية واتخاذ ما يقولون إنها إجراءات علاجية ضرورية. إذن هي عودة إلى سياسة نقدية أكثر تقليدية ونهاية للنموذج الاقتصادي الفريد وربما الغريب. ترتفع الفائدة وترتفع الاحتياطات من العملات الأجنبية، ترتفع معدلات التضخم ويرتفع سعر الدولار أمام العملة المحلية. في المقابل يرتفع أفق الخطاب السياسي الذي يعد بالحل، لكن النتائج لن تظهر هذا العام. مراد البطوشة، العربي، إسطنبول.